صباح الخير عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع النهاردة أنه في انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وده على شمال البلاد لحد شمال الصعيد بقيم تتراوح بين درجتين لثلاث درجات. الطقس كمان هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وكمان شمال الصعيد، وميل الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفي النهارده كمان أتربة عالقة في الجو، وبالليل في نشاط للرياح على بعض المناطق، وده اللي هيقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس النهارده بتنضم لنا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. صباح الخير، طمنينا على أخبار الجو النهارده. احنا اليوم طبعا بنشهد الاول انخفاض طفيف في درجات الحرارة عن الامس بحوالي من درجتين لثلاث درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى. شمال البلاد يعني السواحل الشمالية، محافظات الوجه البحري حتى القاهرة الكبرى. هنشهد اجواء خريفية مستقرة على اغلب الانحاء. الاجواء خلال فترة النهار هتكون اجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى. هتبقى الأجواء شديدة الحرارة فترات النهار على المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وأيضا جنوب سيناء. خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس هنلاحظ اختلاف كبير بين درجة الحرارة فترة النهار وفترة الليل، وهنلاحظ الانخفاض في درجات الحرارة. الأجواء معتدلة تماما على أغلب أنحاء الجمهورية. يمكن كمان في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر هنلاحظ بعض البرودة، فهنلاحظ الفترة دي فرق كبير بين درجات الحرارة فترات النهار وفترات الليل. دايما النص الاول من فصل الخريف معروف بالتذبذب والتقلبات الجويه الكبيره بدرجات الحراره بين ارتفاع وانخفاض في اليوم الواحد وحتى كمان في الاسبوع الواحد. بالاضافه كمان ان احنا مع فترات المساء هنلاحظ وجود نشاط لرياح سرعته ما بين ال 30 الى ال 40 كيلومتر على الساعه. نشاط الرياح ده هيساعدنا اكتر خلال فتره الليل على الاحساس بانخفاض درجات الحراره وعدم الاحساس بنسب الرطوبه. بالاضافه كمان ان في طبعا استقرار في الملاحه البحريه او اعتدال كامل في حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط، ونقدر نستمتع بالاجازه ان شاء الله في المناطق الساحليه، لان كمان المناطق الساحليه فترات الليل بقت معتدله تماما. وان شاء الله من غدا هيكون في مزيد من الانخفاض في درجات الحراره، لان اليوم متوقع عظمى على القاهره الكبرى 33 درجه مئويه، غدا 32 درجه مئويه، وبعد غدا هتكون 31 ان شاء الله. طيب كنا عاوزين نطمن، هل الرطوبه مستمره معانا خلال فصل الخريف ولا خلاص يعني بيروح خلاص؟ لا، هو تدريجيا طبعا ان شاء الله نسب الرطوبه هنحس فيها بانخفاض. هو نسب الرطوبه بتبقى موجوده في الجو، لكن في عوامل بتساعدنا على عدم الاحساس بوجودها، زي وجود طبعا المنخفضات الجويه في طبقات الجو العليا اللي بتعمل على وجود السحب، فبالتالي مش هحس بنسب الرطوبه. بالاضافه كمان وجود نشاط للرياح في اغلب الايام، ده بيساعد برضو على عدم الاحساس بنسب الرطوبه، وده اللي هنلاحظه في فصل الخريف ان شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي خلونا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى فيها 33 والصغرى 23، العاصمة الإدارية العظمى فيها 33 والصغرى 23، اسكندرية 30-22، العالمين الجديدة 30-22، مطروح 28-21، دمياط 32-22، الإسماعيلية العظمى فيها 33 والصغرى 21، السويس 34-22، بورسعيد العظمى فيها 31 والصغرى 23، العريش 31-21، كاترين 28-18، طابة 35-23، حلايب 32-26، شلاتين 36-25، شرم الشيخ 36-27، والغردقة 35-25. لو رحنا للفيوم العظمى فيها 34 والصغرى 23، بني سويف العظمى 34 والصغرى 23، الوادي الجديد 39-23، أسيوط 36-24، سوهاج 37-22، قنا 37-22، الأقصر 40-22، أسوان 40-26. ودلوقتي نروح لشاذلي وباسانت نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا لميا.